عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم فاطمة من قناة كروشيستا. الفيديو بتاعنا النهاردة تكملة للفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات شرحنا فيه طريقة عمل الوردة المجسمة دي، وده كان منظرها. استخدمت في الوردة دي درجتين من الألوان، اللون الأوفايت واللون النبيتي. قصيت اللون النبيتي عادي، لكن اللون الاوفايت قلنا اللي احنا هنخلي الفتله بتاعته الخيط بتاعه عشان ده اللي هعمل منه الشغل بتاع النهارده. استخدمت خيط ديفا. المفرش بتاعي عباره عن وحدات وحدات، وانا بشبكها بطريقه غرزه البيكو. دي غرزه هنتعلموها مع بعض ان شاء الله في الفيديو، وهنعرف بيها طريقه التشبيك المربعات هتبقى عاملة ازاي. استخدمت مربعين، مربع في الوردة، يعني الوردة دي انا بطلع منها مربع، وده شكله، ده مش وردة متخيطة في المربع، لا وردة وانا اشتغلت عليها المربع، يعني دي متصلة في المربع بتاعي. هعمل مربع كامل وردة بالمربع، وهعمل مربع كامل لوحده عبارة عن مربع جراني. هعمل من ده ومن ده حسب التنسيق بتاع الشكل اللي انا عايزاه. مربع الجراني فيديو لوحده هينزل برضو على القناة بعد الفيديو ده على طول قبل الفيديو بتاع التشبيك. بس النهاردة اعرف ازاي اربع الوردة اللي انا اشتغلتها الفيديو اللي فات، وده كان منظرها. قبل بقى ما نبدأ الفيديو بتاعنا، ياريت تدعموني في الفيديو ده بلايك لو عجبك الفيديو، ولو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتنا تشوفي منها اي فيديو، ياريت تضغطي على اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار كل ما انزل فيديو على القناة. يلا بقى بينا نبدأ، نسمي بسم الله ونبدأ الشغل بتاعنا. انا دلوقتي لما جيت اشتغل الوردة سبت الخيط الاوفايت، وقلنا اللي احنا هنكمل الشغل منه ما قطعتهوش. وفي الوردة من ورا الضلع بتاع الخيط الاوفايت ده اللي انا هبني عليه الشغل بتاع المربع بتاعي. هعمل ايه بقى؟ هسمي ليه من نفس المكان اللي انا واقفه بيه في الخيط الاوفايت من ورا، بعد طبعا الورده بتاعتي على الوش كده، باجي عندي السلاسل الاوفايت اللي من ورا دي واسحب الخيط بتاعي واطلع ارتفاع 1 2 3، وفي نفس المكان تاني في السلاسل هنا في الفراغ بتاعها هنزل اخد عمودين جنب الارتفاع عشان يبقوا 3 أعمدة جنب بعض. يبقى انا كده عملت 3 أعمدة، وبعد كده اعمل 1 2 سلسلتين. هاجي عند تاني سلاسل اهو وادخل جواها اخد عمود 2 3، 1 2 3 سلاسل، وانزل تاني في نفس المكان اخد عمود 2 3. يبقى انا عملت هنا 3 أعمدة وثلاث سلاسل وثلاث أعمدة، بعد كده اعمل سلسلتين ادخل على السلاسل اللي جاية واعمل 1 2 3 عمود وراهم سلسلتين السلاسل اللي جاية، هشتغل 3 أعمدة 1 2 3، 3 سلاسل 1 2 3، سلسلتين واجي على السلاسل اللي جاية واعمل 3 أعمدة 1 2 3، سلسلتين السلاسل اللي جاية 3 أعمدة 1 2 3، 3 سلاسل، وفي نفس المكان تاني 3 أعمدة تانيين 1 2 3، مع كده سلسلتين واشتغل المكان ده 3 أعمدة 1 2 3، سلسلتين وهنا هشتغل 3 أعمدة وثلاث سلاسل 1 2 3 وثلاث سلاسل، وانزل تاني في نفس المكان اخد 3 أعمدة 1 2 3،
تلاتة كده. انا خلصت السطر بتاعي وراهم سلسلتين، هقفل بقى السطر الاولاني في الارتفاع بتاع التلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، في تالت سلسلة ارتفاع من فوق بدخل الابرة وباخد سلسلة من هنا لهنا منزلقة عشان اقفل الشغل بتاعي كده. انا ربعت اول سطر معايا بعد الورد اهو، وده منظره. هتبدأ بقى تتربع معايا من نفس المكان اللي انا واقفه فيه، من نفس المكان اللي انا واقفه فيه انزل على العمود اللي جاي واخد منزلقه، والعمود اللي وراه كمان اخد منزلقه، وادخل عند الفراغ اللي جاي هنا اخد منزلقه، واطلع ارتفاع واحد اتنين تلاته، وفي نفس المكان ده انزل اخد عمودين تانيين عشان يبقوا جنب بعض، تلات اعمده. بعد كده سلسلتين، هيجي بقى هنا عند الصدفة اللي اتكونت معايا تحت، التلات أعمدة، تلات سلاسل، تلات أعمدة. في التلات سلاسل دولت هياخد برضو تاني زيهم تلات أعمدة، تلاتة، تلات أعمدة، تلات سلاسل، وانزل تاني في نفس المكان اخد تلات أعمدة، واحد اتنين تلاتة، وراهم سلسلتين. انزل في الفراغ الجاي اخد تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، سلسلتين. الفراغ الجاي اخد تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، سلسلتين، وانزل هنا في المروحة اخد تلات اعمدة، تلات سلاسل، انزل تاني في نفس المكان اخد تلات اعمدة، اتنين تلاتة، سلسلتين، انزل عند السلسلتين اللي تحت اخد تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، سلسلتين، وانزل تاني اخد واحد اتنين تلاتة، سلسلتين. اجي عند المروحة هنا اخد في السلاسل بتاعتها تلات اعمدة وتلات سلاسل، اتنين تلات اعمدة وتلات سلاسل، وفي نفس المكان تاني انزل اخد تلات اعمدة اللي هي المروحة بتاعتنا اهي. بعد كده اعمل اتنين سلسلة وانزل المكان اللي جاي اعمل تلاتة، تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، سلسلتين، واحد اتنين تلاتة، سلسلتين، واجي هنا عند الصدفة اللي جاي اهي هعمل واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، وتلات أعمدة تانيين في الآخر. سلسلتين في الاتنين سلسلة اللي من تحت هنا هحط تلات أعمدة وراهم سلسلتين، وأقفل السطر التاني. عيد تالت سلسلة من فوق، واحد اتنين تلاتة، في التالتة بدخل الإبرة واسحب آخد منزلقة عشان أقفل تاني سطر. اهو منظر تاني سطر معانا اهو. امشي برضو منزلقة، انام على الغرز اللي جاية منزلقة، واحد اتنين، وادخل هنا منزلقة، اطلع ارتفاع تلات سلاسل. بعد كده ادخل في نفس المكان اخد اتنين عمود عشان يبقوا تلات عمدين جنب بعض، سلسلتين. لقيت الصدفة اللي جاية فوقيها اديها صدفة زيها بالظبط، اللي هما التلات اعمدة والتلات سلاسل والتلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، سلسلتين. في كل مكان من اللي هيقابلني هنا ده هحط تلات اعمدة، سلسلتين، تلات اعمدة، سلسلتين، تلات اعمدة، سلسلتين، واجي عند الصدفة هنا اول ما اشوف صدفة
اديها فوقيها صدفة، اول ما اشوف سلاسل عادية اديها فوقيها 3 اعمد. يبقى انا في السطر اللي جاي او في كل سطر هيقابلني معايا 4 اركان، 4 اركان فيهم الصدف، كل ما اشوف صدفة اديها فوقيها صدفة واكمل بقية الشغل عادي سلسلتين، ولما اجي عند السلسلتين اللي تحت ادي 3 اعمدة، هكمل بقية السطر بنفس الطريقة. المربع بتاعي متكون من كام؟ من كام سطر؟ يعني انا بعمل الوردة وبعد الوردة بعمل سطر 2 3 4، بعمل 4 سطور بعد الوردة، بعمل 4 سطور، هكمل بقى ال4 سطور بعد الوردة اللي انا شغاليها دي، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. يعني انا هكمل على نفس الطريقة دي، هعمل الوردة بتاعتي وربع التربيع 4 سطور، 1 2 3، اكمل التالت واكمل فوق الرابع، وكده نشوف اخر سطر معايا هيبقى عامل ازاي. دلوقتي بقى خلاص انا خلصت ال4 سطور اللي بعد الوردة بتاعت التربيع بتاعت المربع بتاعي، وده كان المنظر بتاع المربع اهو بعد ما خلص. عملت 4 سطور، 1 2 3 4. هبدأ بقى دلوقتي ان انا اعمل الاطار الاخير، الكنار بتاع الوحدة بتاعتي اللي انا اشبك فيه بعد كده المربعات التانية. المكان اللي انا واقفة فيه ده اهو، انا واقفة هنا تمام، فاضل خانة واحدة تبقى قبل الصدفة. انا همشي غرز منزلقة لغاية ما اوصل ليها، 1 2، همشي 2 غرزة منزلقة، وبعد كده هاجي بقى في الفراغ ده واخد غرزة حشو. حشو بعد غرزة الحشو دي هاجي بقى هنا في الصدفة هعمل ايه؟ هعمل 2 عمود، 1 2، غرزة البيكو، 3 سلاسل، واجي عند راس اول عمود انا عملته اهو، ادخل فيه الابرة كده واخد منزلقة، وبعد كده اعمل 2 عمود تانيين، 1 2، وبعد كده بيكو تاني، بطلع 3 سلاسل ارتفاع، واجي عند راس العمود الاولاني ادخل فيها الابرة كده واسحب اخد منزلقة، وارجع تاني في نفس المكان تاني اخد اخر عمودين. يبقى انا اخدت عمودين وغرزة بيكو، عمودين وغرزة بيكو، وعمودين. في الفراغ اللي بعد كده في السلسلتين اللي وراه هاخد غرزة حشو. في الفراغ اللي جاي عليا ده هنا هكرر 2 عمود، 3 سلاسل، وانزل اخد منزلقة في راس العمود اللي أنا الأخير اللي عاملاه، وبعد كده أعمل 2 عمود تانيين، 1 2، غرزة بيكو أهي، وبعد كده عمودين أخر، 1 2. في الفراغ اللي جاي هنا هنزل آخد حشو أهو، ده المنظر بتاعها. في الفراغ اللي وراها هنزل آخد 2 عمود، 3 سلاسل، وانزل اخد الغرزة بتاعتي، بعد كده 2 عمود تاني، واطلع 3 سلاسل ارتفاع وانزل اخد الغرزة، وبعد كده 2 عمود اخر. المكان الفاضي اللي وراهم باخد فيه حشو، باجي بقى عند الصدفة التانية اهي معايا، باجي عند الصدفة التانية دي وبعمل نفس اللي انا عملته، 2 عمود، 1 2، 1 2 3، وانزل اخد البيكو، وبعد كده اعمل 2 عمود تانيين، 1 2 3، وانزل اخد البيكو، وبعد كده 1 2، اهو ده منظرها، وانزل الغرزة الجاية اخد حشو، هكمل بقية السطر بنفس الطريقة، 2 عمود بيكو، 2 عمود،
بيكو تاني، وفي الاخر 2 عمود، الفاضي اللي وراه باخد فيها حشو اهو، ده منظرها. بفضل ماشية كده لغاية ما بخلص المربع كله، 2 3 1 2 عمود، وانزل اخد البيكو اهي. اهو بالمنظر ده هكمل لغاية النهاية، هقفل المربع ده. عايزاه كامل المربع الاولاني في الشغل بتاعي، عايزاه كامل. هقفل نفس الطريقة دي لغاية ما اخلص، لغاية الاخر، لغاية ما اجي عند اخر غرزة حشو، اول غرزة حشو انا عملتها، واقفل فيها عشان يبقى المربع الاولاني معايا كامل، لان انا هشبك المربعات التانية في اول مربع. اول مربع كامل بجيب بقى المربعات التانية، بتبقى ناقصة ناقصة على اخر صف ده اهو. مثلا انا خلصت ده خالص وفنشته، هجيب المربع التاني يبقى ناقص على اخر ضلع، اللي هو الضلع اللي فيه البيكو، اللي هو الاخير اللي انا بعمله ده، عشان ابدا اشبك كل غرزه مع اللي في وشها. هكمل المربع لغايه اخره ونشوف منظره هيبقى عامل ازاي، وبعد كده نشوف التشبيك بقى هيبقى ايه الطريقه بتاعته. كده انا جيت لغايه نهايه السطر، هنا عملت البيكو بتاعتي، الغرزه بتاعتها، وفي الاخر هنا هو المفروض كنت اخده غرزه حشو هياخد فيها منزلقة كده اهو، واسحب الخيط بتاعي كده. انا كملت لنهاية المربع اللي انا شغال عليه اهو. اول مربع انا بعمله كامل اهو منظره، اول مربع اهو بيبقى معايا كامل. المربعات اللي بعد كده بتبقى ناقصة على اخر ضلع. انتظروا بقى الفيديو الجاي بأمر الله، هعمل مربع الجراني العادي. الفيديو الجاي هعمل مربع الجراني العادي، لأن هو المفرش اهو منظره. اللي على الحرف كله المربعات ام ورد، لكن جوه في قلب المفرش اهو، في قلب المفرش المربعات الجراني العادية. فانا خلاص عرفنا طريقة المربع اللي فيه الوردة. الفيديو جاي بأمر الله هننفذ معاكم المربع السادة، الجراني السادة، علشان بعد كده نعرف طريقة التشبيك المربعات كلها ببعض، واعرف انا شبكت المربعات بتاعتي ازاي ونسقت المفرش ازاي. تمام، يا رب الفيديو يكون سهل عليكم ونكون استفدتوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.